ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه لسه بس طبعا ايه تبصوا بصه سريعه بسم الله. بصوا البيكنج باودر نفى شويه بينهم وبين بعض، ياخد مسافته ويبقى لطيف، هياخد بقى على خفيف يعني. ماشي الكلام، نقفل بقى. ماشي طيب، نبدا بقى نعمل وصفه الحادق. بسكوت حادق جميل قوي، بسكويت بالجبنه، نص كوبايه بالسمن. عايزين تعملوه بالزيت ماشي، عايزين تعملوه بالزبده اللي يرجع لحضراتكم، بس عاده بتبقى حلوه قوي بالسمن او بالزبده. ربع كوبايه زيت، معلقه هضيف من الجبنه المثلثات ثلاثه، وممكن اضيف مكانها ثلاث معالق من الجبنه لو موجوده عند حضراتكم. اتنين بيضة. احنا قلنا هنحط هنا معلقة خل، معلقة خل. عندي كوبايتين ونص دقيق، كنت حادق يا حبايبي، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر. بصوا بقى البسكوت ده جميل قوي، بتحب الحاجات الحادقة. خلينا نقول بسم الله. هاخد اول حاجة البيض عشان ايه الدنيا تبقى جميلة. خليني الاول اغير اغير بس الشبك عشان انا عندي سمنه تتضرب حلو وتبقى كريمي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اقول لكم ريحه المخبوزات في البيت دي بتبقى جميله، بتحسس احساس كده بالسعاده. السمنه والزيت الاول، بصوا، وهاخد كده رشه الملح. ماشي يا قمر، هاخد كده بسم الله. ادي السمنه بسم الله. التكييف هنا مش قادره اقول لحضراتكم عشان الاجهزه الحاجه بتسقع. انتوا بقى طلعوا الحاجه دي خليها بدرجه حراره المطبخ يعني ما بيحتاجش ايه. اهو ادي السم، انا مش عايزه احط كتير لان انا مستخدمه جبنه رومي. بصوا بقى، رحيم، ربع كوبايه الزيت، وعندي الجبنه. بسم الله الرحمن الرحيم. لو مش موجوده حضراتكم استخدموا اللي هي مفيش مشكله، هنحط ثلاث قطع او اربعه زي ما انتوا عايزين مش اكتر. اهو بسم الله، دي بتدي طعم حلو. عايزين ينفع برضو بجد، هتبقى جميله جدا برضو، مش هتقول لا يعني. فاللي متوقف بسم الله، هي دي بس ايه معصلجه شويه الخيط بتاعها. ايوه بسم الله، اهي الخيط الاحمر. تعالوا بقى ننزل الخليط الامور ده. بسم الله الرحمن الرحيم، نضرب الخليط ده مع بعض. ويدوب. بصوا بقى هنا، عايزه جوه، وده كمان الصغير يشتغل فرن بس، واخر حاجه الشواية. اهو شايفين الامامير حلوين منهم، اخدوا لون. تعالوا بقى نبص على العجان. بصوا بقى كريمي اهو، هوريكم الخليط. بسم الله، بصوا هننزل بقى البيض كده، وهناخد معلقه الخل عشان خاطر الزفار بس. كمان يتهشوا جميل. تعالوا بس ايه نقلب. ماشي نقلب كده الخليط، نقلبه بدي، ننزل كده عشان لما يختلط مع بعض مع البيض يبقى سهل في الايه الخلط بتاعه، ويبقى خليط كريمي كده مع بعض. بسم الله، حط بقى هنا دقيق ونص معلقه صغيره بيكنج باودر، وهقلب معلقه كده. بسم الله،
بقى نطلع كده. هنبدأ البيض بس يداب في ايه في الخليط نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. شوية شوية مش كل الخليط. تعالوا كده نشوف. خليني بس ايه ارفع واحط مكانه عشان اين الكف انا حطيته اهو. بسم الله. ونشغل الخليط. ونطلع بقى البسكوت الجديد. ريحته روعة. هحط دول لفوق. العجين هنا طري ازاي. الله الله الله، تسلم ايديكم. بصوا بقى هنا بصوا الخليط هنا. معلش اسمحوا لي اجرب ايدي كده. يعني هو حلو بس محتاج معلقتين كمان. ممكن محتاجش احط كل اهو. شايفين كده؟ اه تعالوا كده لكوبايتين ونص. ده على حسب نوع الدقيق، فاحنا هنبدا بكوبايتين ونزود شويه شويه. اه ماشي. تعالوا بقى كده. حضراتكم كده بقى خليط جميل ومتماسك. في اللي تحت عشان انا محتاجه ده. شايفين بقى الخليط بقى ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد بقى معانا هنا الخليط الحلو ده. الله. بصوا بس شايفين عامل ازاي. خليط جميل اهو. ممكن ده من الحاجات الجميلة نشبه هنا اهي. ونبدأ ايه معلش اطلع دول كمان. بصوا بقى اللي عايز لون. احلى حاجة اهم حاجة تسيبهم لما يبردوا تماما وبعدين نبدأ نطلع. تعالوا بقى تتفين. معلش الزهايمر بس سن له حكم يعني. انت قانوع يا فندم. ماشي يا فندم انت تؤمر صعب القناعة. بصوا كده بسم الله. يعني ارتفاع لناسب حضراتكم. انتوا عايزينه بقى في تخانة. احنا عايزينه مثلا ارتفاع ايه سنتي نص سنتي نص سنتي. ماشي يا نيوتي. طب عشان خاطري وعشان خاطري نزوده ربع سنتي ولا حاجة. كده بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبايبي هطلع دلوقتي صاج مدهون. بعد المردنة الرفيعة او الاصغر من دي هتبقى احسن في الفرد وافضل. كل حاجة من المردنات وكل ما ترفعه وتصغره كل ما ترق مع العجين رؤية أكتر.
التخانه دي ايه؟ ها ارق كمان شويه. طيب يلا يلا بينا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قطعات فين حاططها محمد؟ ادي صاج مدهون. حطيناها لي فين يا حبايب قلبي القطعات؟ انا معايا واحده بس. حجم ده كويس؟ ماشي يلا بينا. هناخد ايه كده؟ بسم الله. صفار بيضه او بياض بيضه زي ما انتوا عايزين. حطوا معلقه خل عشان الزفاره. انا ليه عايزه ادهنه؟ عشان بس ايه، هحط على الوش شويه جبنه يعني. الزيادات دي هنرجعها تاني كعجين وهنعملها. فندم يعني طيب حاضر. ايوه حضرتك استاذ فضل، والله مش عارفه اقول لك ايه، والله انا حلو علينا والله، ربنا يبارك فيك. بصوا كده اهي عملنا، وهشكلها بعد شويه برضو بين ورقتين زبد، وهرجع اكمل اللي احنا اتفقنا عليه. تعالوا يا رحمن الرحيم. هاخد معلقه الخل ننقلها. حاضر يا نور عيني. بس كده ليه الحاجات الصعبة دي؟ ماشي بسم الله. تهيألك والله يا ندى معايا هيا احلى ايام دي بقى اللي كنا نقعد نتجمع ونعمل الكحك والبسكويت. ها قاعده معانا وكنا بقى نقعد، وبعدين ما حدش يجرؤ يتريق على حاجه بتاعتي سيجان، هو احنا بس؟ طب وبعدين نشوف بقى طنط فلانه عملت ايه السنه دي. ماليش دعوه، انا عايزه زي طنط، ماليش دعوه. فتروح بقى حاضر، تروح عامله بتعمل كميات مش يعني مش طبيعيه، 40 بقى كيلو كحك وعيش بسكوت ونبعت لبعض بقى الجيران، بقى نبعت لبعض الجيران تبعت، ولازم في الذبح سبحان الله كانوا برضو يبعتوا اللحوم. لازم يعني بساوي بس الاطراف. اسعد لحظات بقى احنا كاطفال. هحط ده في زبده واقفل عليه لحد ما اجي اشتغل فيه تاني، مش هيجرى له حاجه. اهو في الثلاجه ماشي. وبعدين اسمحوا لي بس امسح الكاونتر هنا. زيت الزيتون من الحاجات بعد ما تغسلوه، بالذات الرخام الجالاكسي. ها امسحوا بيه اللمعه دي، شايفين اللمعه دي؟ تبقى جميله قوي في ال، وعدو الليمون وحش بالنسبة لل للرخام. هجيب البيضة بتاعتي الصفار البيضة، وطبعا عندي حبة البر فريش او شمر، انتوا بقى وعشبكم براحتكم. هاخد كده معلقة خل، انا عايزة ادي لون بس. خلاص بسم الله. ممكن تعمله بميه ولا خلي كمان هيخليها مقرمشه من بره. مسحه كده صفار كمان بيدعم اللون، بدل ما احتاج احط لون في العجين. في ناس اصلا بتحط الوان في مش عارفه ليه والله، هي ما بتحتاجش الا لو حاجه بقى يعني شوي قوي، احنا فظيعه في الحلويات. لكن انا ليه احط لون في البسكوت اللي انا هعمله حادق؟ اصفر اهو، ما انا حاطه فيه بيض وحاطه له صفار بيض، هيخليه اصفر لوحده.
شايفين ازاي؟ ده عشان حطينا معلقه الخل. خلاص ممكن ميه، على فكره انا بقول لحضراتكم كل الصراحات واللي يريحكم اعملوه اهو. خلاص هنبدأ الجبنة. حاضر يا راجل يا بركة، ما ترموش بقى. ايوه صح، ما ترموش بعد اذن حضراتكم بواقي حاجه او حتى لو هي حروفها نشفت استخدموها يعني اكياس ثلاجه، وهنستخدمهم في مخبوزات حلوه زي دي بدل ما تشتروا في الاجبان لما بتبقى في جزء بينشف عندهم او بيبقى مش فريش. انت تلاقيه وعملوا بقى ايه فكره اللي هي ميكس الاجبان والحاجات دي. كده يقول لك ميكس اجبان بقى، شدر على رومي، على غالبا بتبقى شدر ورومي يعني كده عشان بسم الله شويه حلوين فعلا يعني. اهم اخر واحده، تعالوا بقى ماشي روح قلبي اهو. فوائد حبه البركه دي رائعه، عايزه اقول لكم بتعزز صحه الدماغ جدا يعني ليها مضاده للجراثيم والالتهابات. الناس اللي رائعه، الاطفال اللي عندها التهاب في زورها، عايزه اقول لكم رائعه. ندخل يلا على حراره 180، على فكره هي كمان بتحمي الكبد من ومفيده جدا لصحه الجلد، وتخيلوا بتاخر ظهور علامات الشيخوخه تتشد. بصوا بقى البسكويت جميل ازاي الحادق. هنقفل، وعايزه الناس اللي بتحب تحافظ على وزنها ما بتعمل دايت بتاخد مشروبات فيها نسبه من حبه البركه او نقطه حسب هما بيشربوا ايه. اسمحوا لنا بقى عقبال ما نقدم الحاجات الحلوه دي. شايفين تسويته مظبوطه ازاي؟ ده بقى ولا اللي طلعوه لازم يبرد اهو. شايفين الجمال؟ بصوا بقى من جوه في طراوه، وده الاهم انه ما تستمتعوا بيه اهو من عينيا يا فندم. انت حضرتك نبعت لك الصاج كله جوه على كنترول. نستسمح حضراتكم في استراحه، هقدم شويه ونرجع بعد الصحة نشوف اخبار البسكويت الحاده ونشوف الوصفه اللي بعد كده في انتظار حضراتكم.